حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي. سوق الموسيقى في مصر اتأثر عن الفترة اللي فاتت؟ طبعا طبعا. ميوزك فيديوز تقريبا يعني البادجت في الوقت ده مش اقل من 4-5 مرات البادجت اللي موجودة دلوقتي لنفس الارتست يعني يعني نفس الحاجة. انا عايزين نفس الحاجة بس فلوس اقل كتير. والصناعة نفسها اساسا يمكن ما بقتش موجوده. ما فيش بروديوسرز, انه ما فيش كاسات بيتباع ولا سي دي. ما في الديجيتال ماركتنج كمان توك اوفر. هو لا, الديجيتال ماركتنج هياكل الجو في كل حاجه. مش خلاص, انا عندي ناس صحابي كتير كانوا الاول ايه اشوفهم ما بيتفرجوش على التلفزيون خالص. لا, احنا بس احنا اللي عايزين وقت ما عايزين نتفرج على حاجه نتفرج عليها في الديجيتال اونلاين. زمان ده موضوع تاني خالص. كان الالبوم معروف مثلا هينزل يوم كذا. اليوم اللي بينزل فيه الالبوم المطرب نفسه بينزل بالليل, ياخد له 2-3 ساعات كده يلف على المحلات, يقعد 10 دقايق ربع ساعه في المحل, وفي اللي بيمضي على الحاجه بتاعته, تعليق البوسترات, الصور والحاجات دي.